بسم الله الرحمن الرحيم. بنات وابناء الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينيتك. هنكمل مع بعض الاندوكراين سيستم. هناخد المحاضره الثانيه في الثايرويد جلاند ومعاها الباراثايرويد جلاند. دي حاله جايبينها من احد الكتب. بتقول ايه؟ بتقول ان السيده دي عندها 52 سنه، وبعدين جات لك العيادة بتشتكي من ورم في رقبتها. الورم بسيط وهي اكتشفته بس من 6 شهور، ولما عملنا لها التحليل التي 3 والتي 4 طلع عالي شوية صغيرين. هو بيسألك يا ترى ايه الخلية اللي زودت التي 3 والتي 4 دي؟ هل هي التشيف سيل ولا الفولوكولر سيل ولا الليدك سيل ولا الاوكزفيل سيل ولا البارا فولوكولر سيل؟ طبعا ده سؤال ممكن يجي لنا عادي جدا في الاسبي، فياريت نركز معاه ونبدا محاضرتنا ونشوف ايه الحكايه. ناخد مع بعض النهارده الثايرويد والباراثايرويد. لما نتكلم عن الثايرويد هنتكلم عن الفلوكولر سيل، ونتكلم عن الثايروكسين سينسيس، وبعدين البارافلوكولر سيل. الباراثايرويد هنتكلم فيها عن البرنسبل سيل والاوكزيفيل. هي اندوديرمال ان اوريجين، وطبعا موجودة في الانتيرو للنك، وعبارة عن تو لوبس، ادا لوب وادا لوب. عندنا رايت لوب وعندنا ليفت لوب، ومن بعض بحاجة بنسميها الازمس. احيانا يطلع لنا حاجة اسمها براميدال لوب، ودي بنشوفه في الجراحة كتير. البراميدال لوب ده طبعا زيها زي اي جلاند، تكون من استروما وفارانكيما. الاستروما عبارة عن 3 حاجات، كنت تكتشو كابسول بينزل منها الترابيكولي، وبعدين في الخلفيه ريتيكولار نتورك. واحنا عارفين الترابيكولي بتقسم لاي جلاند، ليه لوبس اند لوبيولز. هنا متقسمه اللوبس، لكن اللوبيوليشن هنا بيبقى قليل، يعني انا ما لقيتش هنا اللوبيولز. ما يميز الاستروما في الثايرويد جلاند، علشان ناخد بالنا منها اللي هيشتغل في الجراحه، ان احنا عندنا 2 لايرز من الاستروما، اوتر لير والكونتينوس مع الديب فاشيا اللي موجوده في النك، والانر لير اللي هي الكبسول الحقيقيه اللي بتغطي الثايرويد جلاند. وطبعا الكبسول ومع الترابيكول، الفكره كلها ان انا اخد البلاد فيزلز واعمل لها ديستريبيوشن جوه الثايرويد جلاند او جوه الجلاند بتاعتنا. البرانكيما، طبعا البرانكيما احنا بنتكلم عن السكريتوري بورشن اوف ذا جلاند. السكريتوري بورشن اوف ذا جلاند بيتكون من مجموعه من الفوليكلز. فوليكلز يعني كور، كلمه فوليكل معناها كوره. يبقى انا عندي كور بينج صغيره كده ماليه الثايرويد جلاند زي ما احنا شايفين كده مع بعض. يبقى اذا الكور الصغيره دي، لو ان الكور بتاعتنا بتبقى مايكروسكوبيك، يعني ما اقدرش اشوفها بالنيكد اي، لكن على اي حال بسميها الفوليكلز. هذه الفوليكلز عباره عن ايه؟ عباره عن كره مصنوعه من البيزمنت تمبرين زي البالونه كده، ومرصوص جواها سيلز، مجموعه من السيلز، كوبويدال سيل او كيوبيكال سيلز. هذه الكيوبيكال سيلز بتفرز حاجه اسمها ثايروجلوبولين. هذا الثايروجلوبولين بيبقى كله يتجمع جوه الكره الاول، وبعدين ابدا اعمل له سكريشن لما احتاجه. هذه الكره او هذه الفوليكل متبطنه بتو تايبس اوف سيلز. النوع الاولاني بسميه فولوكولر سيلز، والنوع الثاني بسميه بارا فولوكولر سيلز. يبقى اذا انا عندي بيزمنت امبرين مرصوصه من جوه، متبطنه من جوه بمجموعه من الفولوكولر سيلز. كل خليه بتبقى كوبويدال ان شيب، وطبعا قلت كوبويدال يبقى النيوكليس بتاعه السنترال وراوندد. ولان انا بتكلم عن اكتيف سيل فلازم اشوف النيوكليولس. لكن في نوع تاني ان الخلايا شايف قليل كده لكن موجود اهو، ده بسميه البارا فولوكولر سيل. هو كمان للنيوكليس، لكن الفوليكل بتاعتي مليانه ايه؟ مليانه كولويد. الفوليكل بتاعتي مليانه كولويد، يبقى ده اسمه كولويد. هذا الكولويد اللي هو بينك ان كلر، ده السكريشن بتاع هذه الفولوكولر سيلز. اما البارا فولوكولر سيلز دي عمرها ما بتشوف الكولويد. ادي رسمه 3D حلو قوي للفوليكل، وهي واحنا قاطعينها بالنص، عامله زي الكاب او عامله زي مج. بملاها ايه؟ بملاها كولويد. مين اللي بيصنع الكولويد دي؟ الخلايا اللي اسمها الفوليكولار سيل. ادي مره ثانيه الفوليكل وهي متغطيه من بره بالبيزمنت تمبرين، وحواليها مجموعه من الريتيكولار فايبر. ما هي الريتيكولار فايبر دي هي اللي هتخليها طول الوقت شكلها كوره، وبعدين حواليها مجموعه من البلاد كابيلاريز عشان تاخد السكريشنز بتاعتها وتعمل لها ديستريبيوشن في السيركيوليشن.
لكن لو حطيت شاليمو جوه الفوليكل دي هتنزل لي الكولويد اللي جواه. دي الرسمه اللي احنا بنرسمها عاده، واللي رسمها لنا الدكتوره مها والدكتور عبير. زي ما احنا شايفين كده بقت الفوليكل سهل قوي ان انا اتخيلها، او لما اخد فيها سيكشن بالمنظر ده يبقى انا عارف اصلها ايه. بره في بيزمنت تمبرين، جوه في سيلز. السيلز دي نوعين، ادي الفوليكولار سيل وادي البارا فوليكولار سيل، وبعدين بينهم وبعض موجود البلاد كابيلاريز. لما اخد سيكشن في اي مجموعه من الكور مترتبه بشكل عشوائي كده بيبقى عندي فاريبل ان سايز، يعني دي كبيره دي كبيره دي صغيره. مش معنى دي صغيره يعني الفوليكل بتاعتها صغيره، لا، انا اخدت السيكشن في المكان ده. احيانا اخد السيكشن في الترطوفه بالشكل ده يقوم ما يبانش ليها اليومين، وتبقى مجموعه من السيلز بين الفوليكلز وبعضها. كانوا زمان او كنا زمان نقول عليها الانتر فوليكولار سيل، بس انا مش لاقي الوصف ده دلوقتي. لكن الجارتنر بيقول انه اوكيجنالي الفوليكولار سيلز دي بتسيب الفوليكلز وتروح تتجمع مع بعضها بين الفوليكلز، وده الكلام ده محتاج يتراجع شوية. لكن خلينا نبص على سيكشن واخدينه بالثيرويد جلاند. دي مجموعة من الفوليكلز، ادي ثيرويد فوليكل وادي ثيرويد فوليكل وادي ثيرويد فوليكل، وبينهم مع بعض مجموعة من السيلز اللي احنا متفقين مع بعض عليه. لو بنتكلم عن الفوليكولار سيل فبنقول باللايت مايكروسكوب بتمثل الماجوريتي، دي بتوصل لاكتر من 95% من السيلز اللي موجودة في الثيرويد جلاند. وقلنا الفانكشن بتاعتها بتفرز الثيروجلوبلين اللي هو الكولويد، يعني اللي هو لونه بينك جوه باين عندنا في النص ده. شكلها ايه؟ شكلها كوبويدال سيل. لكن الخلية لو كانت نشيطة قوي هتبقى سكويمس ولا كولامنر؟ طب لو كانت مش نشيطة هتبقى سكويمس ولا كولامنر؟ يبقى هي بتغير شكلها حسب الاكتيفيتي. نورمالي الاقيها سين بالكوبويدا، لو كانت هايبر اكتيف تبقى كولامنر، لو كانت ان اكتيف هتبقى سكويمس او لوكوبويد. تعالى كده نشوف الصورة دي. ادي الخلية وهي في النورمال ليفل اوف سكريشن بتبقى شكلها ايه؟ مش بيبقى شكلها كوبويدال. لكن لو كانت فيري اكتف سيل شايف الكولويد بتاعها بيقل، وبالتالي الخليه دي عندها فرصه ان هي تتمدد. اما لو كانت الخليه الجلاند بتاعتك كسلانه لسبب او لاخر، يبقى اذا الكولويد هيبدا يتجمع في السنتر ويضغط على الخليه البره يخلي السكنس بتاعها قليل، اسميها انا اسكويمس سيل. وافتكر ان دي ممكن يبقى شكلها شويه كتير اسكويمس سيل. السيتوبلازم بتاعنا بالالكترومايكروسكوب او الخليه بتاعتنا بالالكترومايكروسكوب از اي بروتين سينثيسايزنج سيل. ومعنى ان هي بروتين سينثيسايزنج سيل يبقى بتكلم عن يوكروماتيك نيوكليس، بتكلم عن ار اي ار، بتكلم عن ريبوسومز، بتكلم عن لارج نمبر اوف ميتوكوندريا، بتكلم عن سيكريتوري فيزيكال. هنا بقى بتتميز بوجود اللايسوسومز اللي بحتاجها زي ما هنتكلم بعد دقيقه واحده بالظبط. ده بالنسبة للسيتوبلازم من جوه. لكن من ناحية اليومين، لو من ناحية الكولويد من جوه في الفوليكل من جوه، بلاقي فيه مايكروفيلاي، بلاقي فيه ايه؟ مايكروفيلاي. على اللاترال بوردر بلاقي سيل جانكشن، الخلايا دي متوصلة ببعضها بايه؟ بسيل جانكشن. في البيزل سيرفيس بلاقي فيه البيزل لمنة اللي احنا متفقين عليه. الكولويد ده طبعا ايزينوفيليك استراكشر، موجود جوه الفوليكل من جوه، جوه الكورة. الكورة بتاعتي مليانة كولويد. بيبقى ستينبل بالبي اي اس رياكشن او رياكتيف للبي اي اس اللي هو البير ايونيك تشيف رياكشن، عباره عن ثيروجلوبلين. يعني ايه ثيروجلوبلين؟ يعني جلايكوبروتين، دي معنى كلمه ثيروجلوبلين، ومعاه الايودينيتد امينو اسيد او الايودينيتد تيروزين. لو نشوف السينسز اند ريليس اوف ثيرويد هرمون اللي ايه لذيذ جدا. اول حاجه الخليه بتصنع الثيروجلوبين، الثيروجلوبين ده عباره عن جليكوبروتين. هذا الجليكوبروتين لازم يعدي على الار اي ار وبعدين الجولجي ابيريتس وبعدين يطلع في السكريتوري فيزيكال والخليه تطلعه بره بالاكزوسايتوزيس. يحصل لها سكريشن فين بقى؟ في البلاد. مش معقول هتروح البلاد، لكن هتروح تتخزن هنا فين؟ في السنتر بتاع الكوره، جوه الكوره بتاعتي، الفراغ اللي جوه اللي بسميه اليومن. طب على اي حال ده بالنسبه للستيروجلوبين، ده رقم واحد. رقم اثنين الايودايد اللي مال البلاد كابيلر، ما هي ده البلاد كابيلر، هيبدا يحصل له ديفيوجن عن طريق السمبورتر اللي اسمه ايه؟ صوديوم ايودايد. يعني الصوديوم يطلع لبره والايودايد يدخل لجوه، يبدا ينتشر في جوه الخليه لحد ما يقابل سمبورتر تاني اسمه ايودايد كلورايد. يعني هيدخل الكلورايد ويطلع هو لبره، بس هو طلع لبره هيقابل انزيم موجود
في السيمن برين بتاع الفولوكولار سيلز من ناحيه اليومن اسمه ايه؟ اسمه ثايرويد بيروكسيديز انزيم. على فكره ده كي مهم جدا في فهم بايوسينسز اوف ثايروكسين. يبقى احنا كده خلصنا الثايروجلوبين صنعناه، والايودايد قلبناه لايه؟ لايودايد. بقى عندي ثايروجلوبين، وخلي بالك الثايروجلوبين ده مليان امينو اسيد اسمه تايروزين. دلوقتي بقى الثايرويد بيروكسيديز ده عنده فرصة عالية جدا. ايه هي الفرصة؟ وجود الايودايد ووجود التايروزين ريزيتاس اللي موجود في الثايروجلوبين. يبدأ هو كمان يشتغل على الحكاية دي ويبدأ يعمل كومباينيشن ما بين الايودايد وما بين التايروزين. احيانا مولوكيول واحد من التايروزين يتفاعل مع مولوكيول واحد كل واحد من الايودايد، او مسميه ايه؟ اسميه مونو ايودو تايروزين. واحيانا يبقوا اتنين، يبقى داي ايودو تايروزين. برضو الثايرويد بيروكسيديز انزيم يلاقي فيه فرصة عنده انه يعمل رياكشن ما بين المونو وما بين الضاي يطلع التراي، او يعمل رياكشن ما بين الضاي والضاي يطلع التترا ايودو تايروزين. كل ده مرتبط بمين؟ بالثايروجلوبلين، ان التايروزين ما يزال في الثايروجلوبلين. طب انا دلوقتي عايز شوية الثايروكسين دول، انا محتاجهم في الميتابوليزم بتاعي، يطلع تي اس اتش يعمل استيميوليشن الخلية دي، يخلي الثايروجلوبلين اللي معاه التترا ايودو والتراي ايودو تايروزين يحصل له ايه؟ يحصل له فاجوسيتوزيس. لما يحصل له فاجوسيتوزيس هيلاقي هنا اللايسوسومز. عشان كده الالكتروميكروسكوب انا ركزت معاك على حكايه اللايسوسومز دي. يبقى اللايسوسوم هيبدا يعمل لي ايه؟ يعمل لي ديستراكشن للثايروجلوبلين اللي معاه التترا التراي والتترا ايودو تايروزين، يطلع التراي والتترا ايودو تايروزين في جنب ويرجع بقيه الثايروجلوبلين الناحيه الثانيه. بنسميه ايه؟ بنسميه كولويد دروبلت. الكولويد دروبلت دي هيرجع ثاني يحصل لها ريسايكلينج وتدخل الدائره مره ثانيه وتتصنع في الاخر في صوره ثايروجلوبلين. لكن التي 3 والتي 4 دلوقتي بقوا فين؟ بقوا في السيركيوليشن، خلاص بقوا اكتيف. يبقى احنا عدينا بكام مرحله؟ بمرحلتين رئيسيتين. المرحله الاولانيه عملنا فيها السينسز والستورج بالايودينيتد ثايروجلوبلين اللي كان هنا، وبعدين لما احتاجته عملت سكريشن في الاتجاه المعاكس. يبقى ده السينسز اللي هنشوفه عندنا في بي دي اف. طبعا ده الايودايد نفس الكلام اللي احنا قلناه، وبعدين الايودينيشن ده قلناه برضو، السكريشن قلنا السكريشن تي 3 والتي 4 هرمونز، البارا فولوكولار سيل. انا ما اعرفش ليه لما بتكلم عن البارا فولوكولار سيلز بفتكر الدادا دودي في فيلم الدادا دودي. ليه؟ لان هي راحت استخبت عند سياده اللواء، لا هي عارفه تطلع بره الفيلا ولا هي عارفه تبقى انسانه طبيعيه، لكن هي طول الوقت عامله مستخبيه. هي برضو البارا فولوكولار سيل نفس الحكايه، خليه ملهاش اي علاقه بالموضوع، راحت استخبت تحت البيزمنت تمبرين دي، بس ممنوعه من الوصول للكولويد. المعلومتين دول دايما نحب نركز عليهم. طب هل نقدر نشوفها بره الفوليكل دي؟ طبعا صعب جدا، علشان كده بنقول ان هي بتمثل صحيح نسبه قليله من السكان الفيلا، 2% بس، بتبقى موجوده لوحدها او موجوده معاها واحد او اتنين. عشان كده بنقول ان هي يا اما لوحدها يا اما سمول كلاس. تبع الديفيوز نيورو اندوكراين سيستم، يعني كانت ممكن تقعد في اي مكان، لكن هي عجبتها ان هي تستخبى تحت البيزمنت تمبرين. يعني هي بتدخل كده تحت البيزمنت تمبرين تدارى ما بين الخلايا اللي اسمها الفولوكولار سيل، عشان كده سميناها بارا فولوكولار سيل. لو ان الكتب القديمه بتقول لا الحكايه مش كده، الحكايه اسمها بارا فولوكولار عشان هي مكانها الاصلي جنب الفوليكل، لكن ده البارا فولوكولار سيل. البارا فولوكولار سيل دي لكن ده جوه البيزمنت تمبرين. لو حتى انا مش شايف البيزمنت تمبرين، يبقى البيزمنت تمبرين بتاعتي كانت اصلها كده، يبقى البيزمنت تمبرين بتحتوي البارا فولوكولار سيل. لكن الكتاب ده قفش مجموعه من البارا فولوكولار سيل بره البيزمنت تمبرين، وكتب وحط عليها سؤال في اليوسمل اللي هيفيك وهيشترك في امتحانات المعادله الامريكيه، هيقابله السؤال ده، يا ترى الخلايا اللي بره البيزمنت تمبرين دي نوع ايه؟ طبعا هو كاتب في الاجابه ان هي بارا فولوكولار سيل بالالكترومايكروسكوب بروتين سينثيسايزنج سيل، يبقى فيها ار اي ار وميتوكوندريا وجولجي والكلام اللي احنا حافظينه ده كله. بنسميها كلير سيل او سي سيل، لان هي بتبقى الستيرنج بتاعها اقل شويه من الفولوكولار او البرنسبل سيل. واوعى تتخيل ان احنا ممكن نشوفها باللايت مايكروسكوب العادي. البارا فولوكولار سيل او السي سيل دي تبع الاي بي يو دي سيل، اللي هي امين بريكورسر ابتيك اند ديكربوكسيليشن. الفانكشن بتاعتها بتفرز
الكالسيتونين. عايز اقول لك ان الكالسيتونين الفانكشن بتاعته في الهيومن حتى ما هياش كبير قوي. ليه؟ لانه هو صحيح الفانكشن الرئيسيه في الاذر انيمالز بيقلل البلد كالسيوم ليفل. في الهيومن برضه بيقلل البلد كالسيوم ليفل بس ملوش دور رئيسي. عارف بيقلل البلد كالسيوم ليفل ازاي في الهيومن؟ بانه بيعمل انهيبيشن للبون ريزوربشن. عارف بيعمل انهيبيشن للبون ريزوربشن ازاي؟ بيروح يعمل ابوبتوزس للخليه اللي اسمها الاوستيوكلاست. مش انت اوستيوكلاست بتدخلي الكالسيوم في البلد؟ طب ايه رايك بان انا اموتك؟ عشان كده انا دايما اقول ان البارافوليكولار سيل عامله ومستخبيه تحت البيزمنت تمبرين. يبقى الكالسيتونين اهو زي ما الراجل بيقول اللي هو روس يقول لنا ايه، بيقول لنا اتس فيسيولوجيكال رول ان هيومن ريمينز اليوسيف. احنا مش واضح قوي، لكن احنا بنستخدمه اللي هو مين الكالسيتونين ده كتيومر ماركر خاصة في الميدالري كارسينوما اوف ثايرويد. الاقيه عالي جدا نسبة الكالسيتونين في البلد. الباراثايرويد، الباراثايرويد ده عبارة عن 4 جلانس موجودين فين؟ موجودين ورا الثايرويد. لو نقلب كده الثايرويد ايه فعلا ظابرة يظهروا الاربع حبيات دول، دول اللي بسميهم الباراثايرويد جلاند. يبقى ده عبارة عن 4 كده 4 بس ومنفصلين عن الثيرويد جلاند. يعني هم ليهم الاستروما بتاعتهم وليهم الكونكتيف تيشو بتاعهم اللي بيفصلهم عن الايه، عن الثيرويد جلاند. لكن الاستروما اللي بيطلع برضو منها ترابيكول علشان تقسمها لي الى انكمبليت لوبيولز. لو بتكلم عن البرانكا مثلا برضو بتكلم عن تو تايبز اوف سيلز. البرانكا عباره عن تشيف سيل واوكسيفيل سيل. التشيف سيل اللي هي الخليه الرئيسيه يعني دي الموست نيومرس طبعا. بوليجونال سيل بيلستيند سيتوبلازم. ليه؟ علشان فيها كمية كبيرة من الجلايكوش. يبقى المتوقع ان هي بتفرز جلايكوبروتين. لو بالالكترومايكروسكوب بروتين سينسيسايزنج سيل لكن موجود فيها دينس جرانولز. الباراثرومون قلنا الباراثرومون بايه؟ ات ريليز ان ريسبونس للو بلاد كالسيوم. يعني بيرفع البلاد كالسيوم. بس خلي بالك من التعبير الدقيق، هو بيرجع البلاد كالسيوم للنورمال ليفل. يبقى لو الليفل قل الباراثرومون هيطلع علشان يرجعه للايه، للنورمال ليفل. طب النورمال ليفل موجود خلاص ما فيش باراثرومون. يبقى الباراثرومون بيزود الكالسيوم اللورد كالسيوم بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه يروح على البون يطلع منه الكالسيوم، الطريقه الثانيه يروح على الكدني ياخد منها الكالسيوم، الطريقه الثالثه يروح على الجي اي تي يزود الابسوربشن بتاع الكالسيوم. يعني هو حيوي جدا، لما بيزود الكالسيوم بيقلل الفوسفرس حسب القانون اللي احنا حافظينه كلنا. الاوكسيفيل سيل، الاوكسيفيل سيل دي خلايا قليله موجوده في الباراثايرويد جلاند. الفانكشن بتاعتها ايه؟ ما هياش معروفه. يبقى انا عندي في الثايرويد خليه مستخبيه وعندي في الباراثايرويد خليه ما هياش معروفه. يبقى انا عندي في الثايرويد خليه واحده بتشتغل بوضوح اللي هي الفولوكولار سيل، وعندي برضو في الباراثايرويد خليه واضحه اللي هي البرنسبال سيل. يبقى دي الباراثايرويد جلاند ودي الاوكسيفيل سيل متجمعه مع بعضها ودي البرنسبال سيل. طبعا البرنسبال سيل بتبان اغمق. ليه؟ لان الخليه صغيره والخليه الصغيره بتجمع خلايا كتيره، النيوكليا بتاعتها تديني الصوره الغامقه دي. لكن الخليه لما تكون كبيره السيتوبلازم ياخد مساحه كبيره يقوم يبان التيشو بتاعي فينت بالشكل ده الكالر يعني. طب لو حبينا بقى نظبط المحاضره او نلخص المحاضره بتاعتنا هنلخصها في الجدول بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. ده البرنسبال سيل ودي الفولوكولار سيل، الاثنين دول موجودين في الثايرويد. دي التشيف سيل والاوكسيفيل سيل، الاثنين دول موجودين. يبقى الوحيده اللي ما هياش بروتين سايزنج سيل هي الاوكسيفيل سيل، علشان كده ما بلاقيش اللي بلاقيها ضعيفه شويه في الالكترومايكروسكوب. لكن دول كلهم بيبقوا الكترومايكروسكوب قريبين من بعض. ما انساش ابدا لما بنتكلم في البرنسبال سيل اتكلم عن اللايسوم والسيل جانكشن وعن المايكروفيلاي. ثلاث حاجات مهمين اهم، السيل جانكشن المايكروفيلاي واللايسوم، ومعاهم طبعا السكريتوري فيزيكال. الفانكشن بتاعه الاربعه سيلز طبعا اللي فوق دي بتفرز التي 3 والتي 4، دي بتفرز الكالسيتونين. سهل خالص الكلام، نور بتفرز الباراثرومون. نرجع تاني نقول ان احنا عندنا ثايرويد وعندنا الباراثايرويد. الثايرويد فيها برينسيبال سيل وفيها البارافولوكولار سيل. الباراثايرويد فيها التشيف سيل والاوكسيفيل سيل، دي مهمه ودي مهم ودي مستخبيه ودي انون. طبعا دي حاله جايتر، دي حاله جريفز ديزيز. وفي الجريفز ديزيز اهم حاجه عندي هو الاكزوفسالموس. طبعا كل الساينز بتاعتي بتبقى متشخصه لوحدها، لكن الثايرويد هرمون بيبقى عالي جدا بقى بسميها ثايرو توكسيك.
لكن ده سيمبل جايتر، ممكن يكون معاه هايبر او هايبو باراثايرويدزم او الثيروكسين بتاعي يكون نورمال، ده مش مشكله خالص. المشكله ان انا عندي انسفيشنت ايودين انتيك هو اللي عمل الحكايه دي. ليه؟ انا عندي الثيروجلوبلين عالي كتير بس نون فانكشن، فطول الوقت عندي احساس ان ما عنديش ثيروكسين. ابدا اصنع ثيروجلوبلين ثيروجلوبلين ثيروجلوبلين، تقوم الجلاند بتاعتي تتضخم بالشكل ده. هل انا مضطر اشيلها؟ لو كانت كوزموتيكالي، لو كانت عامله اذى للبنوته بتاعتنا او للسيده بتاعتنا بالشكل ده، انا مضطر اشيلها. لكن التريتمنت الحقيقي ان انا ادي للناس بتوع ايودين، ادي لهم ايودين ازاي؟ احطه في ملح الطعام علشان اعمله ديستريبيوشن، خاصه في الاماكن اللي ما هياش موجوده على البحر وبتعرف تاكل السمك كويس. الهايبوثايروديزم لو كان في الكبار بيعمل المنظر ده، تنفخه في العينين، بسميها ميكزيديما او باجينس في العين. طبعا لو هو قليل ما بيعملش مشاكل اكتر من ان ايه، بيبقى فيه فاتيج وسليبنج اللي ممكن يعني عايز انام لمده 4 ايام، مع شويه كونستيبيشن وشويه لوس اوف هير. وطبعا دي من الحاجات اللي بتوع الجلديه مركزين عليها وبتوع التجميل مركزين عليها اليومين دول، ان في المشاكل الهير اعمل لنا التي اس اتش، وشفنا اخبار الثيرويد. لكن الميكزيديما طبعا لما بيكون في ماركت ان برولونج ديكريز في التي اس اتش بيعمل المنظر ده. الكريتينيزم طبعا ده لو الكلام ده حصل، هايبوثايرويديزم في مرحله الجروث، هيبقى الطفل عندي كريتين، علشان كده تي 3 وتي 4 من ضمن الروتين انفستيجيشن للمواريث. البرايمري هايبر بارا، عندي هايبر باراثايرويديزم. الهايبر باراثايرويديزم معاه الكالسيوم يزيد ولا الكالسيوم يقل؟ طب قول انت هايبر بارا، يبقى الكالسيوم بتاعي ايه المفروض؟ يقل. طب لو الكالسيوم هو اللي قل يعمل لي ايه؟ يعمل لي برضو هايبر بار. يبقى انا عندي برايمر هايبر بار اللي هو التيومر حصل في الباراثيرويد جلاند، هيحصل سكريشن كتير للباراثرومون، فهيبقى عندي هاي ليفل من الكالسيوم. يعني الهايبر بارا هتعمل لي هايبر كالسيمي، لانه هيروح للكالسي، هيروح للبون، وهيروح للكدني، وهيروح للجي اي تي، يعمل يزود لي البلد كالسيوم. لكن لو كانت الهايبر بارا دي سكندرلي هايبوكالسيميا، لان انا متفق معاك من الاول ان الباراثرومون بيطلع ان ريسبونس للهايبوكالسيميا، لو كان المريض بتاعي بيعاني من ريكت او بيعاني من كرونيك رينال ديزيز او كرونيك كيدني ديزيز، ده معناه ان عنده هايبوكالسيميا، يبقى هتروح تعمل عنده هايبر باراثايرويديزم. يبقى احيانا الهايبر بارا معها هايبر كالسيميا، والهايبر بارا معها هايبوكالسيميا، بس التعبير مش دقيق. الهايبر بارا معها هايبر كالسيميا، ده التعبير الدقيق. الهايبوكالسيميا معها هايبر بارا، ده التعبير الدقيق، وده بسميها سكندري هايبر بارا. وفي تيرشري هايبر بارا هتعرفوها انتوا وهتبقوا اشطر مني فيه. لكن الهايبوبارا بيبقى معاها المنظر ده في البون اللي هو كالسيفيكيشن اكتر من اللازم. كم سؤال ام سي كيو؟ يا رب تكون المحاضرة عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله على خير بعد انتهاء الكورونا. لكن هنتقابل لسه في المحاضرة الاخيرة اللي هنتكلم فيها عن البنكرياس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.